تختتم اليوم الأحد منافسات بطولة البادل تنس التي تنظمها القناة الرياضية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. جانب من أجواء البطولة نستعرضه في التقرير التالي. بعد نجاح النسخة الأولى، ها هي النسخة الثانية من بطولة الشارقة الرياضية للبادل تنس تنجح في استقطاب عشاق اللعبة للتنافس على لقبها بفئاتها الثلاث المختلفة من داخل الدولة وخارجها. هذه اللعبة التي شهدت طوال أيام انعقادها تنافساً كبيراً بين مختلف الفرق والفئات، وهو ما يحقق أهداف قناة الشارقة الرياضية المنظمة للحدث، وهي المشاركة المجتمعية وتفعيل الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة. بطولات مثل هذه مهمة جداً للرياضة، تشجع الشباب على تطوير أنفسهم، على بذل المزيد، وأن يقدر في مثل هذه البطولات ليثبت نفسه وأن يطور من نفسه ويحقق مراكز أعلى وأعلى. في شباب كثيرين اليوم طموحهم مو بس محلي، في طموحهم عالمي، ومثل هاي البطولات اللي موجودة اليوم في الكبيرة مثل هذه تعطيهم خبرات مع لاعبين من الخارج. النسخة الأولى السنة الماضية الحمد لله حققت نجاح، إقبال جيد من الجمهور. اختيارنا دائما لفترة الصيف بعد انتهاء الموسم الرياضي بحيث أن نخلق نوع من الأجواء الرياضية، تشجيع لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة، خاصة أن نحن في بطولة الشارقة الرياضية فتحنا المجال في فئة مخصصة للمواطنين الهواة بحيث أن يشاركوا في هذه البطولة، وبالتالي يكون لديهم مشاركة وتحفيز وتطوير من مهاراتهم، وأيضا مشاهدة بعض اللاعبين الأجانب بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين من قارتي آسيا وأفريقيا وغيرها. الرياضة اليوم يمكن رياضة البادل تعتبر أكثر رياضة نموا على مستوى العالم، ويعني أنا شخصيا أمارس الرياضة هاي يمكن مرتين ثلاث مرات في الأسبوع، فالحمد لله نشوف الأجواء، نشوف الجمهور، فنشوف هذا يعني يدل على شيء، فهذا يدل على نجاح البطولة. البطولة تعد فرصة مثالية للاعبين لتنمية مهاراتهم والتنافس فيها، حيث يشارك بها 450 لاعبا من 26 دولة، وتحظى برعاية كبيرة من جهات مختلفة، وتقدم يوميا جوائز ومسابقات للجماهير. انت الله يسلمك، اول شيء اللعبة هذه لعبة جديدة اتابعها، يعني هي لعبة بالنسبة لي لعبة جديدة هذه، من خلال اللافتات اللي في الشوارع، من خلال التواصل الاجتماعي، أنا جيت حضرت البطولة هذه، الله يسلمك، حضرت البطولة هذه وحسيت أن البطولة بطولة قوية، التنظيم ممتاز، حضور كبار الشخصيات في البطولة هذه حل البطولة أكثر. متواجد اليوم WPA جاي أحضر مباريات البادل، مباريات البادل وايد حلوة، وفي نفس الوقت التشجيع كان وايد حلو يعني من الجمهور، وفي نفس الوقت البطولة فيها جوائز وايد كبيرة، وياي أحضر وأدعم ربيعتي. هذا وتعتبر بطولة الشارقة الرياضية للبادل تنس إحدى مبادرات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ويتم نقل فعالياتها بشكل مباشر عبر قناة الشارقة الرياضية ومنصة مرايا وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، بهدف إمتاع الجمهور بمواكبة الحماس المتقد أثناء المنافسة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المشاريع الشبابية التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع رواد. رياضة البادل تنس تلبي رغبة الكثير من الشباب، خاصة بعد الانتشار الواسع لها، وأصبح الإقبال والتنافس على ألقابها بشكل كبير، كما هو الحال مع بطولة الشارقة الرياضية في نسختها الثانية. لأخبار الدار، وجد الأصبحي، الشارقة.